ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الاثنين الموافق 6 مارس 6 اذار 2023. بالنسبة ليك ليوم الاثنين، هو يوم مناسب جدا لو حبيت تجتمع مع اشخاص هيبقوا مميزين جدا عندك. انت هتبقى مبسوط جدا معاهم، هتبقى بتاخد منك كل العلاقة دي حب وقرارات واضحة جدا فيها تغيير في سلوكك. تعرف تتسبب النهاردة بشوية صراعات مع طفل عندك في الأسرة أو حد قريب منك في أنه يحصل ليك توعك صحي. هتبتدي تبقى متفاجئ أكتر لأن اليوم هيبقى فيه ارتباط بطريقة كبيرة بالفلوس أو حتى المستندات المالية اللي بتبقى متعلقة عندك. يوم قوي جدا، مثمر جدا بالنسبة ليك، خاصة للأشخاص اللي بيبقوا بيشتغلوا بشكل نشط أكتر وعندهم توجهات حلوة فيها تجارة، فيها ميول أكتر إنك تكسب وإنك تلاقي استثمارك. النهاردة اليوم بيفرض عليك تضبط نفسك شوية على كل العواطف اللي عندك، على كل الأهواء اللي عندك. هيبقى في ارتباط مع شخص بيبقى بيزيد من طاقتك. مشاعرك النهاردة وتوقعاتك عمرها في العمر المتوسط، هيجيب ليك كتير من المهمات اللي انت هتكون حابب تتميز بيها وتحلها. بالنسبة ليك يوم الاثنين، حالته مش متوقعة خالص. في خبرات هتبقى بتتعلق بالفلوس، بالأمور المالية اللي بتبقى بتخص الوسائل اللي عندك. هتبتدي تنشأ حاجة مش متوقعة، هتنخرط في حاجات ليها طبيعة مماثلة أكتر. هتتجنب أي نوع من أنواع الانخراط في الأنشطة الإضافية بصرف النظر عن واجباتك الأساسية فيه. هتلاقي وقت النهاردة غير كافي أو محدود حتى عشان تبتدي تنشأ عوائق وصعوبات تانية مختلفة في اليوم ده. هتتجنب استخدام حيل كتيرة فيها تلاعب بالأشخاص اللي حواليك، حتى لو كانت في نواياك النهاردة تعتبر كويسة، لكن من وجهة نظرك انت بياع شخص في شغلك. حتى في حياتك هتبتدي تنشأ واجبات فيها مسؤوليات كافية جدا هتضع قدامك في كل وقتك، محادثات تعتبر مش مهمة كتير وحاجات تانية ممكن تبقى تافهة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.